للمزيد من التحليل ينضم إلينا مباشرة من أثينا الدكتور عبد اللطيف درويش، الخبير الاقتصادي والخبير أيضا في إدارة الأزمات، كما ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان أحمد عزام، محلل أسواق المال. أهلا بكما، وأبدأ معك دكتور عبد اللطيف. هل يمكن القول أن الإجراءات التي اتخذها الفيدرالي الأمريكي في الشهور الأخيرة وعلى مدى 2023 أدت إلى الهبوط الناعم للاقتصاد الأمريكي؟ نعم بالتأكيد، ولكن أنا أعتقد أن ستكون هناك ضحية، ستكون مؤسسات الصغيرة والمتوسطة تكون ضحية لعملية الإجراءات الفيدرالي الأمريكي. وأنا حقيقة أنا أعتبر إذا تدخلت سياسة في الاقتصاد فيعني هذا يعبر عن أزمة، معنى أن الاقتصاد ليس فير بلاي وليس لعبة حرة تتعامل مع موضوع العرض والطلب وحركة الاقتصاد. وأنا حقيقة أعتبر أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يعاني من الأزمة المديونية العالية، من أزمة ركود وأزمة تضخم عالية، وأيضا سيكون أيضا هناك تداعيات للأوضاع العالمية والاقتصادية والصراع مع الصين على الأسواق، والتي استحوذت على جزء كبير من الأسواق وأدى إلى معاناة في المنطقة الغربية. هناك المنطقة الغربية كما العالم بشكل عام، أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية تعاني من حالة ارتفاع عالي في الأسعار، وأعتقد أن ذلك سيؤدي إلى انخفاض معدلات النمو وسيؤدي إلى انخفاض معدلات الاستهلاك. لازلنا في عمق الأزمة العالمية، وأعتقد أن المؤشرات والأحداث العالمية لا تشير إلى أن هناك ما يمكن أن يتفائل به الإنسان أو يقول أننا باتجاه حل الأزمة الاقتصادية العالمية. أنتقل إلى أستاذ أحمد عزام، وهناك ترقب لصدور مقياس التضخم من الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق هذا الأسبوع. هذا الأمر يرى البعض أنه قد يؤثر في قرار تحديد معدلات الفائدة الأسبوع المقبل. برأيك كيف ستكون الأوضاع فيما يتعلق بتحركات سعر الدولار وأيضا أسعار الذهب؟ مساء الخير، شكرا للاستضافة. نعم، مؤشر الانفاق الاستهلاك الشخصي يوم الخميس سيتم الإفراج عنه من اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، متوقع أيضا أن يسجل بعض التباطؤ. تباطؤ وقراءات ناعمة في الفترة الأخيرة، قراءات باردة سواء كانت لأرقام التضخم وسواء لأرقام مؤشر الإنفاق الاستهلاك الشخصي واللي هو المؤشر المفضل للفيدرالي الأمريكي لمتابعة حالة التضخم. تأثير بالنسبة كقراءة لو جاءت باردة لو جاءت ناعمة، هل سيؤثر على قرار الفيدرالي الأمريكي في القادم في نهاية الشهر الحالي؟ على ما أعتقد الإجابة بنعم. الإجابة بنعم، هي نبرة الفيدرالي الأمريكي وليس تغيير السياسة النقدية. تثبيت أسعار الفائدة حاصل في الشهر الحالي، لكن نبرة الفيدرال الأمريكي قد تتغير مع المعطيات الاقتصادية الأمريكية في الفترات الأخيرة. كما اعتدنا الفيدرال الأمريكي يتجه كرد فعل بالنسبة له لتغيير السياسة النقدية بناء على البيانات الاقتصادية. عندما ننظر إلى البيانات الاقتصادية الحالية، التضخم يسجل بعض القراءات الناعمة، لكن عندما ننظر إلى المعطيات الأخيرة بالنسبة لقراءات التضخم لا تزال أعلى 3% لآخر 7 قراءات متتالية. فبالتالي الفيدرال الأمريكي قد يحتاج بعض الوقت، يحتاج متابعة البيانات الاقتصادية الأخرى للوقوف على حالة تغيير السياسة النقدية. عندما ننظر إلى المعطيات المتواجدة، الأسواق تعتقد بأن الفيدرال الأمريكي قد يتجه في عام 2024 لتخفيض أسعار الفائدة 6 مرات، بينما الفيدرال الأمريكي أشار في المحضر الأخير في نهاية عام 2023 بأن إمكانية تخفيض أسعار الفائدة 3 مرات قد تكون واردة بناء على المعطيات الاقتصادية. النمو الاقتصادي كما ذكر الأستاذ عبد اللطيف قبل قليل، النمو الاقتصادي لا يزال بعض الشيء لحتى الآن جيد عندما ننظر له 4.9%. يوم الخميس عندنا قراءة أيضا بالنسبة لقراءة الناتج المحلي الإجمالي قد تكون 2%، أي لا تزال قراءات إيجابية، أي قد تعطي الفيدرالي الأمريكي بعض الوقت للمتابعة أرقام النمو الاقتصادي. الفيدرالي الأمريكي لن يتحرك إلا في شرطين. الشرط الأساسي هو أن يصل التضخم إلى 2%، وهنا سوف يكون منتصرا، سوف يخفض الفائدة منتصرا، أو أن يصل النمو الاقتصادي إلى حالات سلبية 2 متتاليات تصل في مرحلة الركود التقني، وبالتالي سوف يكون مجبرا لتخفيض أسعار الفائدة. على ما أعتقد الهبوط الناعم
قد يكون قاب قوسين أدنى بالنسبة للفدرال الأمريكي، لكن يحتاج بعض المتابعة للبيانات الاقتصادية. تأثيره على المعطيات الاقتصادية أو تأثيره على حركة الأسواق، الدولار الأمريكي قد يتجه لتسجيل بعض الإيجابية في الربع الأول من عام 2024 نظراً لسيناريو الصدمة للأسواق، أن لا يكون هناك تخفيض أسعار فائدة في شهر 3، أي أن لا نصل إلى التضخم المستهدف أو أن لا نصل إلى النمو السلبي. فبالتالي الفدرال الأمريكي قد يثبت أسعار الفائدة في اجتماع شهر 1 واجتماع شهر 3، فبالتالي عدم تخفيض أسعار الفائدة قد يكون السيناريو الجيد بالنسبة للدولار الأمريكي لتسجيل بعض الارتفاعات، بالتالي قد ينعكس بأداء بعض الشيء السلبي ضمن تداولات عرضية بالنسبة للذهب في الفترة القادمة. مستويات 2060 للذهب إلى مستويات 2000 قد تكون مستويات عرضية في الفترة القادمة بالنسبة لتداولات الذهب على ما أعتقد في الربع الأول من عام 2023-2024. دكتور عبد اللطيف، ويبدو أيضا أن بعض الخبراء ومنهم مثلا دكتور محمد العريان يقولون إنه السوق ربما سعرت تحركات مختلفة بالنسبة للفيدرالي، أنها ستكون ربما بوتيرة سريعة في تخفيض الفائدة، لكنه قال ربما ننتظر حتى الصيف لبدء هذه التخفيضات. ما رأيك أنت؟ أنا في رأيي أنه يجب أن يكون هناك عملية إيجاد حل لموضوع سعر الفائدة، لأنه كم تم رفع سعر الفائدة بشكل متعدد وعدة مرات وبشكل كبير، فبالتالي يجب أن يكون هناك عمل لتسهيل حصول المؤسسات بشكل عام، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهي تعتبر بشكل عام العجلة الديناميكية في الاقتصاد، لحصولها على الاستقراض والحصول على الأموال بأسعار منخفضة حتى يتكمل عملية. يعني عملية النمو تعتمد على عملية في عملية الاستثمار القدرة على التعدد في عملية تدوير رأس المال والسرعة في تدوير رأس المال، فبالتالي هي يجب أن يكون إعادة ديناميكية في السوق وتسهيل حصول المؤسسات خاصة الصغيرة والمتوسطة على قروض وعلى سبيل المثال تخفيض سعر الفائدة على لكي يتمكن من عملية الإقراض والاستثمار. ولكن أنا في رأيي أنا المنطقة بشكل عام كما أرى في أوروبا على سبيل المثال هناك مشكلة اقتصادية على كبيرة، وإذا كان هناك يعني حصول تقدم للدولار على حساب العملات الأخرى فأنا أعتبره نتيجة وجود أزمات في مناطق المنطقة اليورو، المنطقة الاقتصادية في موضوع ارتفاع الأسعار نتيجة حصولها على الغاز، على الكوميديتيز السلع الرئيسية من خارج حدودها وخاصة المنطقة الروسية، فبالتالي أصبحت الآن التكاليف المعيشة أكبر، وذلك يصدق على الولايات المتحدة. فأعتقد أن يجب أن يكون هناك بعض الإجراءات أو على الأقل ترك الأسواق بدون تدخلات اقتصادية سياسية كبيرة بشكل عام. أستاذ أحمد، يعني برأيك كيف يمكن أن تتفاعل الأسواق تجاه أي تغيير في السياسة النقدية الأمريكية؟ وهل ربما أصبحت الأسواق أقل اقتناعا بأن الفيدرالي مستعد لخفض أسعار الفائدة؟ نعم، في الفترة الأخيرة مع تصريحات أعضاء الفدرال الأمريكي بالرغم من النبرة لا تزال بعض الشيء تشددية، إلا أن أعضاء الفدرال الأمريكي سواء كانت من كريستوفر والر سواء كانت من جولدسمان بوستيك أيضا قد ذكروا بأن إمكانية تخفيض أسعار الفائدة وارد في الفترة القادمة، لكن الوقت هو الفيصل بالنسبة للاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية. متابعة البيانات الاقتصادية الفدرال الأمريكي عندما ننظر إلى السبعينيات والثمانينيات في أزمة التضخم الفائتة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، عندما خفض أسعار الفائدة دون عودة التضخم إلى مستويات 2% بشكل متسارع، تخفيض أسعار الفائدة قد آتى بأرقام التضخم تسجيل ارتفاعات موجة أخرى بالنسبة للتضخم، فبالتالي على ما أعتقد الفدرال الأمريكي قد لا يتجه إلى هذا الخيار مرة أخرى ويعيد نفس السيناريو. بالتالي الأسواق هي ما تعتقد بأن تخفيض أسعار الفائدة في شهر 3 كان قد وصل احتماليته ما يقارب 90%، انخفض في الفترة الماضية إلى ما يقارب نسبة 60% جراء أرقام مبيعات
مبيعات التجزئة الفترة الأخيرة مع نبرة أعضاء الفيدرالي الأمريكي. مبيعات التجزئة في الفترة الأخيرة أو القراءة الأخيرة قد سجلت بعض الارتفاعات، مما يعطي مدلول بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال مرن بعض الشيء. لن نبالغ بأن الاقتصاد الأمريكي مرن لفترة زمنية طويلة، لكن قد يعطي بعض الوقت للفيدرالي الأمريكي لمتابعة تأثير دورة تجديد السياسة النقدية على الاقتصاد. مبيعات التجزئة عندما تكون جيدة تعطي النمو الاقتصادي تسجيل بعض الارتفاعات، تعطيه بعض الثبات على أقل تقدير. الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية طلبات الإعانة البطالة قد سجلت انخفاضات في الفترة الماضية، بالتالي قد تعطي بعض انطباع إلى مرونة الوظائف. أيضا وظائف الغير زراعية سجلت 217 ألف وظيفة، البطالة سجلت 3.7% عند أدنى مستوياتها. عندما ننظر لها إلى كمعطيات فيليبس كيرف، منحنى فيليبس، فإمكانية تسجيل موجة جديدة للتضخم لا تزال واردة في الولايات المتحدة الأمريكية مع مرونة النمو الاقتصادي. فبالتالي على ما أعتقد الأسواق مع مرور الوقت سوف تقتنع بأن الفيدرالي الأمريكي قد لن يتجه إلى سيناريو تخفيض أسعار الفائدة بشهر ثلاثة، أو على الأقل سوف يعطيه بعض الوقت لمتابعة الأرقام الاقتصادية لشهر 2 وشهر 3 في الفترة القادمة لمعرفة أرقام التضخم. هل لا تزال تسجل موازية لأرقام 3%؟ هل لا تزال أعلى مستهدفات الفيدرالي الأمريكي 2%؟ فبالتالي الأسواق على ما أعتقد باتت تعتقد مع مرور الوقت أن احتمالية تخفيض أسعار الفائدة في شهر 3 قد يكون مبالغ فيه كما اعتقدته في نهاية عام 2023. دكتور عبد اللطيف، إلى جانب ملف البطالة هناك تحديات أخرى ربما تواجه الاقتصاد الأمريكي، الدين الهائل، أيضا العجز المتضخم في الموازنة. كيف تؤثر كل هذه العوامل على أداء الاقتصاد الأمريكي خلال العام الحالي؟ أولا يعني أصحاب الودائع سيكون لديهم قلق، البنوك الصغيرة ستواجه مشكلة، عمليات الاستهلاك سيكون هناك ما يسمى ماركت سيكولوجي، سيكون انخفاض في معدلات الاستهلاك لدى الأفراد، فبالتالي أيضا سيكون مشكلة لدى الاقتصاد الأمريكي قدرة على خدمة الدين العام، وهي مشكلة أيضا تعاني منها بشكل عام الدول العالم كلها، وهي أيضا ولكن نتحدث عن مديونية هائلة تصل إلى 33 تريليون، وهناك عجز يتجاوز 800 مليار أو 600 مليار، فبالتالي نحن أمام مشكلة كبيرة. يعني حتى لو كانت هناك معدلات نمو في بعض الدول، ارتفاع الأسعار ومعدلة التضخم وكل ذلك، لأن اللعبة الآن لعبة عالمية لا تتحكم بها دولة واحدة، فبالتالي حتى معدلات النمو تضيع في عملية ارتفاع الأسعار والخدمة الدين و دعم بعض السلع وأيضا الصرف على بالنسبة للطموحات العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية. هناك عمليات التسليح أيضا تأكل جزء كبير من الاقتصاد الأمريكي نتيجة التنافس مع الصين، أيضا التنافس مع روسيا ودعم أوكرانيا والعديد من الأزمات التي هنا وهناك. فأعتقد أنا حقيقة بطريقة إدارة الأزمات التي تحدث على الصعيد الاقتصادي والصعيد السياسي بشكل عام لا يمكن أن يكون المرء مطمئن بالطريقة التي يتم معالجة فيها الأزمات، فبالتالي أعتقد أن التضخم سيستمر والعجز في ميزانية الدول سيستمر والقلق في الأسواق سيستمر. أستاذ أحمد، طبعا هذا الوضع ربما يكون له انعكاس على الأسواق الناشئة، يعني كل الجهود التي حاولت الولايات المتحدة بذلها لإبطاء الاقتصاد الأمريكي ربما لم تفلح، كيف برأيك سيؤثر ذلك على الأسواق الناشئة وأيضا الأسواق التي ترتبط بالاقتصاد الأمريكي فيما يتعلق بسياسات الفائدة؟ عندما ننظر إلى السياسات هي قد تكون حلقة متصلة ببعض الاقتصادات. عندما ننظر إلى الاقتصادات بشكل عام، عندما سجلت أرقام التضخم ارتفاعات كانت هي عبارة عن سلسلة سجلت الاقتصادات ارتفاعات بشكل متتالي. حتى مع موجة التباطؤ بالنسبة للتضخم كنا قد شهدنا تباطؤ لبعض الاقتصادات الكبرى بشكل متتالي. الأسواق الناشئة قد تكون حالة منفصلة بالنسبة للاقتصادات الكبرى، الأسواق الناشئة منعزلة بعض الشيء،
عندما نحاول مناقشة الأسواق الناشئة سواء كانت الأرجنتين، تركيا، وأكبرها طبعا بكل تأكيد هي الصين، التركيز الأكبر هي في الأسواق الناشئة على الصين. الصين اقتصاديا في الفترة الأخيرة هي مبتعدة بعض الشيء عن اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، سواء كانت بالسياسة النقدية، سواء كانت حتى بالأرقام والبيانات الاقتصادية. البيانات الاقتصادية في الفترة الأخيرة للصين كانت قد سجلت التضخم انكماش لثلاث أشهر متتالية، بعيدة كل البعد عن الاقتصادات الكبرى. عندما ننظر حتى إلى أداء اليوان الصيني في الفترة الأخيرة، أداء حتى الآن سلبي في الفترات الماضية. عندما ننظر إلى البيانات الاقتصادية بشكل عام وتوجه السياسة النقدية لمحاولة دعم البيانات الاقتصادية، الاقتصاد الصيني اليوم ثبت أسعار الفائدة، لكن في الفترة القادمة قد يتجه لتخفيض أسعار الفائدة لمحاولة إنعاش الاقتصاد الصيني، ومحاولة أيضا خروج التضخم من مرحلة الانكماش. 0.7% بالسالب للاقتصاد الصيني للتضخم، قد يحتاج الاقتصاد الصيني ليس فقط لضخ السيولة كما فعل الشهر الماضي، لا بل لتخفيض أسعار الفائدة لمحاولة دعم الأفراد مع الشركات. بكل تأكيد الاقتصاد الصيني عندما ننظر إليه في الفترة الماضية كان يواجه اقتصاد سلبي أو يواجه بيانات سلبية جراء طبعا أزمة العقارات. بكل تأكيد أزمة العقارات تعتبر قوية جدا أو مؤثرة على الاقتصاد الصيني، لأنه يشكل ما يقارب 20% من الناتج المحلي الإجمالي. كانتري جاردن على سبيل المثال، إحدى الشركات التي واجهت الإفلاس في الفترة الماضية، كانت هي السبب الأساسي لتغيير السياسة الصينية، لتغيير توجهات الصينية وضخ السيولة. الانجكشنز اللي حصل أو ضخ السيولة في الفترة الماضية بالنسبة للاقتصاد الصيني هي لمحاولة الإنعاش الاقتصاد الصيني. فبالتالي على ما أعتقد كسلسلة بالنسبة للبيانات الاقتصادية أو سلسلة بالنسبة لتغيير السياسة النقدية للفيدرال الأمريكي قد تكون مختلفة بعض الشيء مع الأسواق الناشئة. كل اقتصاد على حدة سوف يحاول التخارج من الأزمة المتواجدة فيها. دكتور عبد اللطيف، نبقى مع نفس الفكرة، بقى أسعار الفائدة في مستويات عالية طبعا يصعب على بعض الحكومات وخصوصا في الدول الناشئة التي تسعى للحصول على قروض، سيصعب عليها الأمر. ما انعكاس بقاء أسعار الفائدة على مستوياتها في الولايات المتحدة على النظام المصرفي عالميا وعلى مسألة الحصول على قروض في بلدان تحتاجها بشدة؟ طبعا هي المسألة هو عملية الانتردبندس، يعني الاعتماد والاعتماد المتبادل بين الدول. الاقتصاديات بشكل عام منفتحة لمستويات مختلفة على بعضها. هناك تأثير طبعا لأي اقتصاد أو لأي أزمة على تحدث في الدول الكبرى أو الاقتصاديات الكبيرة على الاقتصاديات الصغيرة. هناك تداخلات في العمليات التجارية، التبادل التجاري، في موضوع سلة العملات، هناك في عمليات نظام المدفوعات، هناك تداخل في موضوع السلع، الاستيراد والتصدير، فبالتالي سيؤثر. ولكن عملية يجب على الدول أن تنتهج سياسة دعم السلع المحلية، تشجيع المبادرة الفردية، عزل الاقتصاد الوطني عن الاقتصاد العالمي، يأخذ إجراءات، وبالتالي يعني المواطنين لا يحسون في الأزمات الاقتصادية والسياسية العالمية بشكل عام، تسهيل عمليات الإقراض بتسهيلها داخليا. هذه مسائل يجب أن يكون هناك أيضا خلق عمليات تحالفات إقليمية اقتصادية ومنتديات إقليمية للتعويض. نحن الآن القدرة التنافسية للدول العالم الثالث منخفضة مقابل الدول مثل الصين والدول الآسيوية الأخرى والدول الغربية، فبالتالي يجب عليها أن تنتهج منهج مختلف، وأن تسعى لأيضا أن يعني تقلل من حجم الأضرار الذي تأخذه والإجراء تأخذها الاقتصاديات الكبيرة ومنطقة اليورو أو الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الفيدرالي الأمريكي. ولكن أنا أقول أن لا زالت الدول دائما للأسف تنظر تتبع ما يسموها بالفولور حتى بالبزنس، تتبع الدول الكبرى. ولكن يجب أن يكون هناك تخطيط استراتيجي على الصعيد الإقليمي والمحلي لهذه الدول حتى لا تكون ضحايا الإجراءات رفع أو خفض الدولار وما شابه ذلك،
والتشجيع كما أسلفت أيضا بالتبادلات التجارية بالعملات المحلية أو التبادل حتى تبادل السلع بين الدول للحيلولة دون الدخول في قضية ارتفاع وانخفاض العملات. شكرا جزيلا لوجودك معنا الدكتور عبد اللطيف درويش، الخبير الاقتصادي والخبير في إدارة الأزمات والصراعات الدولية، والشكر موصول أيضا للأستاذ أحمد عزام محلل أسواق المال.